在这里呢，美华女士、王如英、康伯伍明星，后来哎呀，跟他做明星，我们俩路况好什么呀？人家是个时间，他们干嘛？人家是个没点子，多弄文字，不，一代的弄啊，包括咱干嘛弄文字，是个什么？毛里边穿好了，你喊着那个文案，来啊，放在你喊着那个字，你看没有？你看没有？你还来喊好多不是的。Because they have to have multiple layers or multiple layers, they have normal differences. Which I can't pass on. You keep going with them, I can't pass on the normal differences. After I came out of the area, they have the normal instance for multiple layers, they have to have a high smile with the needs. If I consider with the needs, how to build a unique and do it with the needs of our mind. Now, equal definition of that.لما بيحصل ترانسميشن فهي عارفه ترانسميشن من الانترفيس ما بينه لا ده ترانسميشن كوفي انا بس عارف حاجه اسمها الويف موديلز هي مش عند المونتي هي عارفه ايه عارفه بس ايه اللي هي عباره عن ايه اه انت يعني هي حاجه قريبه للكونسيبت بتاع الريزستنس شويه. طيب عشان نفهم الكلام ده تعالى ايه تعالى ناخد مثال شويه كده ايه شبه السيرفس. لما انت كنت مثلا ايه؟ كنت قايل ان انا عندي سيرفس مثلا بالشكل الفلاني. احنا طبعا بنوصل عندك سورس ايا كان الشكل بتاعه هو. وجيت ما بين البوينتس دي كده كنت بنوصل ايه؟ كنت بنوصل الريزستنس. تمام؟وانا جيت طلبت منها في الار ان او لو احنا عايزين بقى نخليها جنرال بدل ما احنا نتكلم على الريزستنس نتكلم على زد ان هي عباره عن كلمه ايه؟ زد ان انا شايفها هنا اللي هي جايه عن طريق ايه؟ الفولتج اللي موجود عندي هنا لما اسمه عن كونس على طريق كونس كده يا عم لو احنا جينا بقى عملنا كونفيجر في الشكل ده بدل ما وصلنا هنا كده زد عشان نعمل حاجه بالشكل ده اول حاجه خالص بتعرف ليه؟ لان الكوبري اللي بتعمل
طب هنا فين الجراند بتاعي؟ عند الفيلم. هنا ميديا مونس ميديا مونيكا. فالجراند بتاعي موجود عند الفيلم. في النهايه انت كانك بتعرفه برضه ايه؟ هل يكون كورنيك على الدايركشن بتاعت الويب بتاعتك او الجراند اللي حاجه موجوده عند الفيلم. في النهايه لو انت وقفت كده عند اي مكان في السبيس وجيت قسمت البيع اللي تشتري ايه؟ سيدا الانترست كمبيوتس. يبقى الانترست كمبيوتس التعريف الصح بتاعها هو او الاصح هو الريشيو ما بين الاي والاتش في انباوندد هوموجينيوس ميديا مش الريشيو ما بين النيو والابسلون. تمام؟ طبعا الناس عارفه اصلا. اوكي؟ بس الويب كمبيوتس بقى بيقول لك حاجه ثانيه اللي هو ايه؟ الدايركشن بتاع الدايركشن بتاع الويب. لو انت بتقول ان انا في اتجاه البوست ريزلت وانا في اتجاه البوست ريزلت فساعتها هلاقي ان الويب كمبيوتس في الحاله بتاعت المونجينيا فيها هو هيبدأ هنا صناعي على ايه على الوزارة؟ الزد.
ازاي اقدر اني اتعلم من وقت اجابه بس؟ حد فاهم انا بقول ايه؟ ايه؟ انا بقول لو انا عايز اسمع امي يبقى المفروض كاني بقول لي كلام جامد. بزين مش موجود؟ صح كده؟ طب ازاي في الحاله دي هيرجع يقول للحاله بتاعتي؟ حد فاهم انا السؤال ولا؟ تاني معلش. هو البيت ده؟ لا انا عايز هو البيت هتبقى بيتا هو كلها بيتا 1 مش فاكر. هو احنا ايه تاني معلش؟ اه صح ال 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 لا عادي انا واقف عند ال ده معين مش بيتفاهم معاك السؤال تاني انا ما عنديش ليه انتوا فبالتالي انت بتمسك مين اسمع كده اسمه زين تمام ازاي الاكسبريشن ده مش هيرجع يقول لي الحاله بتاعتي انا ان هو الزر ده بيساوي بتمسك مين اسمع كده يوم وعلى فكرة إجابة الحاجة في السؤال ذات نفسه. هو ازاي في ال بيساويها هو الكلام ده هو مين؟ هيساوي الكلام ده هو مين؟ هيساوي الكلام ده هو مين؟ هيساوي الكلام ده هو مين؟ أنا حطيت إيتا وأشوف هو ماشي أنا حطيت إيتا توب زيرو اللي هيحصل الكلام ده هو ماشي بس اختفت الجزئية اختفت تمام؟ إيتا 1 شطر مع إيتا 1 صانع على جزئية الجزئية دي تاني لان دلوقتي بقى عندك جي اي كمان تاني ازاي؟ يعني المفروض تطلع اي كمان بس ها يا جماعه الناس تركز الموضوع هو المفروض ما تستنيش وقت ما انا اقول انا عايز ميديا واحد يبقى موجود عندي يعني ايه ميديا واحد؟ يعني ايه ميديا تو هي ايه اي كمان؟ انك تحط ايه تو زيرو ده تقدر تختار ان ميديا تو ايه؟ اي سي انا بقول لك ابلكيشن حاجه زي كده ممكن تبقى نازله ان انت بتبعت سيجنال مثلا في الاول
السيجنال دي مثلا عايزين نربط هنا باسم الطياره اللي هو مينيم سايز كوز. انت مش عايز اي حاجه خالص غير كده، يبقى انت عايز تضمن ايه؟ عايز تضمن ان الميديم وان ده كل الناس بتقول قعدت هنا وبعد كده مع ديفيد ومع ديفيد، يبقى كده الطياره كانها ايه؟ انا بقول لك ده احد الابلكيشنز اللي ممكن تبنيها على اساس الايه؟ على اساس الشكل ده. تمام؟ حاجه زي كده احنا بقى لو عايزين نعمل لها يعني زي ما قلت كده اناليسيس هنعملها ازاي؟ اول حاجه خالص انت لو عايز تعمل لها اناليسيس كامل هتقوم عامل ايه؟ اي والله الانستنت ويف بتاعتي زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت هتكون بشكل فريم، والريكت الويف بتاعتي هتكون بشكل فريم، بعد كده اخش جوه ميديم 2. ميديم 2 دلوقتي بقى في جزء منه ايه؟ انستنت وفي جزء منه ريفلكتد. ليه؟ الانستنت ويف دي اول ما دخلت عملت ايه؟ وديت الجزء هنا ترانسميتد والجزء هنا ريفلكتد. بعد كده الجزء الترانسميتد بقى بالنسبه لميديم 2 ايه؟ بقى انستنت. فبقى جزء منه يروح ترانسميتد والجزء الثاني يروح يعمل ايه؟ وهكذا تفضل الحكايه شغاله. فانت لو عايز تعمل كومبليت اناليسيس للمساله ديت تقول اللي انت هتعمله عندك الاكسبريشن 2 3 4 5 للالكتريك فيلد وخمسه زيهم للمجنتيك فيلد، وهتلاقي عندك هنا بقى كام حاجه انون. الناس فاهمه انا بقول ايه؟ انت كده كده ايه الحاجات اللي بتبقى انون عندك في المساله؟ الاي انسنت ممكن او الاي انسنت 1 دلوقتي، بس احنا قلنا ده بيعتمد على السورس بتاعك. يبقى انت عندك اي ريفليكتد 1 وعندك اي انسنت 2 وعندك اي ريفليكتد 2 وعندك اي انسنت كام؟ 30. يعني انت عندك كام نوز؟ عندك 4 نوز. الناس متابعه معايا ولا لا؟ تاني من الاول والناس تركز. انا دلوقتي بقول ان انا عايز اعمل فول اناليسيز للمساله ديت بحيث ان انا ابقى عارف كل حاجه موجوده قدامي عشان اقدر اعرفها. انا بكتب الاكسبريشن ده الاكسبريشن ده الاكسبريشن ده في نفس الوقت اللي كمان اللي فوق. اوكي؟ طيب الشكل اللي موجود قدامي ده ايه هي الحاجات اللي قمنا فيه؟ احنا كنا بنقول الجزء بتاع الاي اس نوت المره اللي فاتت والاي ريفليكتد نوت. بس احنا قلنا ان الاي اس نوت نوت دوت ده بيعتمد على السورس بتاعك، فهنعتبره بالنسبه لنا ان هو مش حاجه موجوده. وكنا بنبدا ترانسميتد ولا ترانسميتد؟ الانستنت بالنسبه لي الاي انستنت نوت معروفة. لا ده مش معروف، ده حاجه بيعتمد على السورس. واحنا قلنا احنا هنفترض ان السورس ان احنا مش شايفينه، فبالنسبه لنا احنا بنعتبر ان هو ايه؟ اي حاجه بتتجاب بدلها. مش انت كنت بتجيب مثلا اي ار نوت بدلها الاي انس من عن طريق ترانسميشن كوبس ريفليكشن كوفيشن. الناس كده معايا الكلام دوت ولا في مشكله؟ فانا دلوقتي بقول ايه هي بقى النوتز اللي ظهرت عندي قبل كده؟ كانوا اثنين الاي ريفليكتد نوت والاي ترانسميتد نوت. ليه؟ لان انا بتعامل مع كل ميديمز. طب دلوقتي انا بقيت اتعامل مع سيو ميديمز، فالانونز اللي باقي مش معروف عندي هم اربعه. اول حاجه خالص الاي انسدنت 2 والاي انسدنت 3 والاي ريفليكتد 2 والاي ريفليكتد 1. يبقى انت عشان تعرف تجيب الكلام ده هتعمل ايه؟ تكسب تكتب ال 10 اكسبريشنز دول وتطبق الباوندري كونديشن. فين؟ مره عند زد ايكوال 2 ومره عند زد ايكوال 2. وبعد ما تعمل الكلام ده تبدا تحل المساله دي كلها، يبقى انت كده عرفت العلاقه اللي موجوده ما بين كل فاكتورز من الانون ده مع الاي انسدنت 2. بس فاهم كده انا اصلي ولا لا؟ طبعا حاجه زي دي يعني قصه فيها جدا وجع دماغ وحاجه مرهقه. فاحنا مش بنعمل الكلام ده. امال احنا ايه اللي بنعمله؟ اللي احنا بنعمله ان احنا بنقول بص الميديوم اوف انترست اللي احنا بنحسب عنه او اللي احنا مهتمين بيه هو ميديوم 1. بيتهمك ميديوم 1. طب الميديومز الثانيه دي ما تهمنيش حاجه، مش عايز احسب فيها اي حاجه. طب ساعتها ممكن اقول لك ايه؟ طب انا لو شلت التو ميديومز دولت وحاطين مكان ميديوم واحد وافترضت ان هو ليه انترنسك امبيدنس مساويه للويف امبيدنس، هل كده هيبقى عندك مشكله؟ هي الويف امبيدنس اصلا بتعبر عن ايه؟ عن الامبيدنس اللي انت شايفها. تمام. لما انت تيجي تقوم قايل انا هشيل الميديوم 2 ميديوم 3 واحط مكانه ميديوم 2 داش ويبقى ليه انترنسك امبيدنس هي زد 2، كده هيبقى في مشكله؟ ده شبه انك تعمل ايه؟ بالشكل دوت كده انا هشيله وحاطط مكانه حاجه اسمها ايه؟ زد 1 داش. دلوقتي اي كالكوليشن انت بتعملها في الجزء ده من السيركت فاليد. ليه فاليد؟ لانك ما غيرتش حاجه. بس هنا لو انا كنت تحسب مثلا الكارت اللي موجود في زد 3 هل تعرف تحسبه؟ لا. هنا نفس الكلام، لو جيت تحسب الليكويد فيلد او الميديك فيلد او الريفليكشن كوفيشن او الترانسميشن كوفيشن اللي في ميديوم 2 او ميديوم 3 تعرف تعمل فيهم حاجه؟
ليه؟ لانك انت حاجه ايكويفالنت للايه؟ للمساله الاصليه بتاعتك، وابتديت ان انت تشتغل ايه؟ تشتغل عليه، فبالتالي الجزء اللي انت غيرته ما تعرفش تحل فيه حاجه. بالظبط نفس فكره الايه؟ نفس فكره اللي هو ايه؟ الفاليد سوليوشن موجود بس في الريجن اوف انترست بتاعتك. انما اي ريجن ثانيه ما اقدرش اقول لك ان ايه السوشيال حاجه فيها عامل ازاي. الناس كده اوكي مع الجزئيه ولا لا؟ تمام. فكل اللي انا بعمله من اي ايه خلاص انا هقف على اول الميديا فيلر واشوف قيمه الايه والايمينس اللي انا شايف عندي. طب انا دلوقتي شايف ايه؟ انا دلوقتي شايف تو ميديمز. الميديا الاولانيه اللي بتاعت الميزات الايكواتيه لحد زي الايكواتيه والميديا الثانيه زي كده لحد الايه؟ لحد النهايه. طب ده مش بيشبه الحاله اللي احنا كنا لسه متكلمين فيها من شويه اللي هي بتاعت التو ميديمز ان انا جيت هنا كنت واخد الايه؟ كنت واخد البلين يعني. تمام؟ الناس فاهمه معايا ولا في مشكله؟ فدلوقتي خد بالك بس هنا الاكسبريشن هنا بيت بايه؟ بيتا 1 بعد كده هنا بيتا 2 والبيتا هنا خاصه بيني و 1. طب تعالى بقى بص هنا احنا هنعمل ايه؟ لو انا دلوقتي عايز اكتب الاكسبريشن بتاع زد تنزل يبقى اول حاجه اكتبها كام؟ بيتا 2 بعد كده اقوم حاطط كام؟ بيتا 3 والبيتا اللي هتبقى موجوده هتبقى تبع ايه؟ تمام يا جماعه؟ عشان الحته دي مهمه علشان الناس بتلخبط وممكن تبدل الاثنين مكان ثلاثة. ساعتها ممكن تبقى في غلط. الناس كده فاهمة احنا بنقول ايه هنا ولا لا؟ ايه؟ عند البراوزر بالظبط بقول لك شايف السهم كذا انا اسمح لك كانك بتجيب كنت انت بتجيب بس انا شايف المكان. طيب دلوقتي المسألة بتاعتك اتحولت لايه؟ اتحولت المسألة ان هي عبارة عن تو ميديمز بنفس الحالة اللي انت كنت شغال عليها قبل كده. عندك هنا انستنت ويف، عندك هنا ترانسميتد ويف، انا مش مهتم بيها لان عارف ان الاكسبريشن بتاعها مش هيدل على اي حاجه وفي جزء ريفليكتد. الانترنسك امبيدنس بتاعت الميديا الاولانيه هي كام؟ ايتا 1 والانترنسك امبيدنس بتاعت الميديا الثانيه هي كام؟ زد 2. دلوقتي بقى الحاجه اللي انا ممكن بقى اسالك عليها ايه؟ هات لي مثلا قلت لك ريفليكشن كوفيشن. فانت دلوقتي عايز تجيب كوتش ريفليكشن كوفيشن في الحاله اللي قلنا ان هي متساويه يعني. ايه ده تو؟ ما هي 6 1 2 زائد 2 طب ايه ده دلوقتي بقت ايه؟ بقت زد 2 0 ماينس ايتا 1 على زد 2 0 بلس ايتا 1 بلس ايتا 1 اوكي كده يا جماعه كذا ميديا مع بعض وانا علشان اشتغل عليهم كلهم محتاج ان انا اعمل اناليسيس طويل. طب انا ايه هي الكونت اوف انترست او ايه هو الميديم اوف انترست بالنسبه لي ميديم 1؟ طب انا في دماغي واحد في نفس الكولوجي فاهمين يا جماعه؟ انا ايه اللي خلاني اعمل الابروكسيميشن ده؟ ان ميديم 2 وميديم 3 بالنسبه لي مش ميديم اوف انترست. طب لو هو كان ميديم اوف انترست هعمل ايه؟ لا اصلا عندي ساعتها همشي في الفلو كام؟ تمام؟ هنتكلم دلوقتي لو في 5 بس هنتكلم بعد سبيشال كيسز. الناس كده لحد دلوقتي فاهمه الكلام اللي احنا بنقوله ولا في مشكله؟ ايه؟ انت دلوقتي لو جيت قلت لك مثلا عايزك تجيب ريفليكشن كوفيشن بتاع ميديا 1 عايزك تجيب ريفليكتد ويف في ميديا 1 كل ده بتحل في الميديا بس هو ده الميديا في انترست ده الميديا اللي انت مهتمه بالقياس الحاله بتاعته لكن لو جيت مثلا قلت انا عايز الويف في ميديا 2 لا ساعتها لازم بقى مش هينفع الشكل دوت لان انت كده لازم تفكه بقى الشكل طبعا حاجه زي كده ما بتجيش اوكي كده يا جماعه حد معترض على الكلام دوت الناس كده فاهمه ولا في مشكله؟ طيب في حاله بقى او في حالات سبيشال كيسز بتسهل شويه علينا اللي هو ايه؟ اول حاجه خالص ان انا اقول لك بص اعتبر ان ميديم 2 دوت اللي موجود قدامك ده عباره عن كوارتر ويف لينس يعني اللينس او دي اللي كان موجود هنا ده شايفين الطول اللي اسمه دي هنا ده اعتبر ان هو بيساوي لندن برضه طبعا المعقد ساعتها ايه هيحصل؟ اول حاجه خالص هو ما يحتاج الاكسبريشن اللي هو اسمه ايه؟ بيتا 1 في احنا عارفين ان بيتا عباره عن ايه؟ من بوينت كولوم ويجي دلوقتي انت بتقول لي هو عباره عن ايه؟ مين اللي اسمه بلس 1 في لندن ولا ايه؟ بيتا 1 بيتا 1 انت عايز تجيب ايه معلش؟ بيتا
ايه ده وان؟ ما هو ايه ده وان سنتر؟ ايه مشكلتك مع ايه ده وان؟ انت اللي انت بتقوله بقى لو انت عايز تجيب الزد من فين موجود هنا كده؟ الزد وان؟ فانت دلوقتي تبقى شايفها ازاي؟ تمسك اليمين اسفل ايتا 1 بعد كده بدل ما تحط ايتا 2 هتحط ايه؟ هتحط زد 2 هو كان فيها سؤال بس هنقعد فيه مده ممكن بعد 6 ساعات تمام طبعا ده واحده بقى بتقول ان انت واخدها بالشكل ده تمام ايه اللي هيحصل بقى؟ لما تيجي تطلع حاجه بالشكل ده تلاقي الرمله هنا اتشالت مع الرمله دي والتو هنا اتشالت مع الفوق يبقى كام؟ يبقى في الاخر يعني البيتا الكبير في العباره عن كام؟ 2 ان بلس 1 باي اوفر كام؟ طيب الناس كده مركزه معايا؟ طيب لو انا جيت تجيب الكوزاين بالشكل ده هيطلع بكام؟ الكوزاين هيطلع بزيرو يبقى الساين هيطلع طب تعال بص على الاكسبريشن ده الكوزاين احنا قلنا هيبقى بزيرو فدول كده هيخرب والساين هيبقى كام؟ هيبقى 1 يبقى ساعتها حضرتك الزر اللي انت هتبقى شايفها من الميديا بتاعت الاتجاه ده ايتا 2 سكوير على ايه؟ تمام كده يا جماعه؟ ده كده هو سبيشال كيس طب ده سبيشال كيس ان انت تكون بتتعامل مع مالتيبلز من الهاف ويفلينكس بنفس الكونسيبت ده هنا بدل ما نحط الاثنين ان بلس 1 نمبر بر 4 نحط كام؟ ان نمبر بر 2 ساعتها هنا هيطلع الاختلاف هيطلع لك ان مضروبه في كام؟ في باور الناس كده معايا ولا في مشكله؟ هيطلع لك ان مضروبه في باور الساين بتاعها كام؟ وكوزاين نفس الكلام ده لو انت حبيت بقى انك ترجع لايه؟ الشكل دوت هتقوم قايل كل اللي هيفضلوا زي ايه؟ ده اللي هيتشالك. يبقى ساعتها هتشوف ان الست الدنيا عباره عن ايه؟ حد خد بالنا بقى من حاجه في الاثنين اللي احنا اتكلمنا عليهم دول؟ كيس دول. اول كيس اللي بيحصل؟ اول كيس انت ما بتشوفش الانترنسك ايمينس بتاع الميديم الاخير ده انت بتشوف الايه؟ الانفيرتد بتاعه. لو احنا بنتعامل بنظام ده الميدنس انت جاي كانك بتشوف الايه؟ الميدنس بتاعت اي ميديوم؟ بتاع ميديوم سير؟ ليه؟ الناس واخدة بالها من الكلام دوت ولا لا؟ ما ينفعش تاني. لما تيجي تبص على الاكسبريشن هنا بتاع الكوارتر وين لينس ده هتلاقي ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ان هو عباره عن ايتا 2 سكوير على ايتا 3 صح؟ يبقى لو انت بتفترض ان الايتا دي زي ما احنا قلنا هي بتعبر عن الميدنس يبقى انت كده بالنسبه للميديوم سير انت كانك شايف ايه؟ الميدنس فعشان كده دي بيسموها كوارتر ويف انفرتر بتقلل لي الانترنس اللي بيناس بتاعتي. طب بالنسبه بقى للهاف ويف لينس لير انت كانك ايه؟ كانك مش شايف اصلا ميديم 2 كانك بتعتبر ان ميديم 2 ده مش موجود. اوكي كده يا جماعه؟ خدوا بالكم بس حاجه عشان الناس تفهم انت بتعتبر ميديم 2 مش موجود بمعنى ايه؟ بمعنى الاكسبريشنز اللي احنا شغالين عليها بالنسبه للزد 2 لكن مش معنى كده ان ميديم 2 مش موجود. الناس تاخد بالها من حاجه احنا كل كلامنا دوت قلنا الميديم في انترست اللي احنا بنحل فيه هو ميديم 1 والكيسز اللي احنا بنتكلم عليها دي بالنسبه لميديم 2 في الاخر ميديم 2 بتاعي ممكن يكون 2 لندا اوفر 2 بس في النهايه الايفكت بتاعه مش باين مش باين امتى؟ لما انا باجي اجيب الانبوت ويف اللي الناس بتاعته كنا مش معنى كده مش موجود اوكي؟ بس بالنسبه لندا اوفر 2 او بالعرض بتاعي ازاي؟ ازاي ده الفريكونسي؟ انت بتتكلم انا بقول لك يعني ايه ايكويفلنت يعني انت دلوقتي لو عايز تشوف الامبيدنس انت بتشوف ايتا 3 انت شايف ان ايه؟ حاجه على ايتا 3 يبقى كده انا شايف ان الامبيدنس ايكويفلنت تو خد بالك يعني دي حاجه شبه حاجه مش هي دي هي دي فعشان هو التشابه ده بيسموها ايه؟ بيسموها كوارتر ويف انفرت تمام كده يا جماعه؟ طيب لو انا جيت بقى قلت لك ان السبيشال كيس بتاعتك بقى ان انت يكون عندك باي الكتريك ميديم 2 وميديم 3 عباره عن بي اي سي يبقى ساعتها كده عرفت ايه؟ لا لسه دي شويه ان الانترنسك امبيدنس بتاع ميديم 3 كام؟ زيرو فهتلاقي الاكسبريشن اللي احنا كنا بنتكلم عنه لو بيطلع لك جي في الانترنسك امبيدنس بتاع ميديم 2 ده بيتا 2 الناس تركز معايا حد كده عنده مشكله مع الكلام دوت؟
ايه كده؟ هو في الهواء بس مش شايفه الزيت، مش شايفه ايه انت فاكر؟ لا هو الزيت دي بصراحه انت فاكر طفين هنا كده شايفه اللي بتقول لنا فين دي بس يا جماعه كده انت المفروض شايف ميديا مان بعد كده ميديا مان بعد كده ميديا مان انت لما تيجي تبص على الزيت انت شوف بس ايه ميديا مان بس اوكي كده يا جماعه. طيب الناس اللي هتاخد بالها بقى من حاجه، لو انا عايز اضمن الحاجه اللي انا كنت بقول عليها في الريسبشن انا وهي ايه؟ ان مفيش اي ريفليكشن تحصل يبقى لازم اللي يحصل عشان نو ريفليكشن يحصل يبقى لازم ايه؟ لازم اشتغلنا حلو ولا ايه؟ يلا بس اشتغل يا جماعه. عايز اجيب كده قيمه الزد هنا اللي انا شايفها عند ميديوم 1 وانا عندي 5 ميديومز في المساله بتاعتي. ميديوم 5 بي سي، ميديوم 2 الاكس بتاعه نمبر 4، ميديوم 3
سوري، الليتس بتاعه اوفر 2، الميديم 2، الليتس بتاعه اوفر 8.